أصواتنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل مع هذه التحديات ومع هذا السن، سن الإذاع، سن الإمتاع. انطلاقة سريعة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا الرابع عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. شوط يحمل في طياته العديد أيضا والعديد من الأسامي والشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة والتحديات في هذا المسار المتميز اللي قادت المجموعة وانطلقت بتحديات هذا الشوط. نتابع اليافل، نتابع اليافل على الصدارة بشعاره وتحديات عبد العزيز بن حمود الكاستر اللي يحافل قادمة من السلطنة في تحدياته وانطلاقات هذا الشوط. المركز الثاني نتابع العبية لأحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي يقدم العبية مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. أرى التسلل في هذه اللحظات والشايبة، حارب بن سعيد بن حارب من عجيد الكتبي من يقدم أيضا انطلاقة الشايبة مع المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، وأرى أيضا التحديات على مستوى المركز الرابع، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر ثواني لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي يقدم ثواني انطلاقتها على مستوى المركز الرابع. وخامس التحديات وصل شعار علي بن حمد النعيمي محظ اللي انطلقته على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات فجر لمحمد مصير بن عكوي، من يتابع من يتابع فجر مع المركز الخامس وسادسا. مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل مع المركز السابع، مع المركز السابع. القدوم والتحديات مع الرفيع لحمد بن عبد الله بن حمد المنصوري، بينما انطلقنا مع المركز الثامن. مشاهدينا متابعينا الكرام، فأرى القدوم في هذه اللحظات والتحديات أيضا مع غرايب بشعار زايد بن حمد العويسي، من يتابع غرايب مع المركز الثامن التاسع. الانطلاقات وصلت في هذه اللحظات الجوية، جمعان بن بدحان الحمراني الهاجري أيضا يقدم هذا الانطلاق مع هذا التحدي ومع المركز العاشر. المركز العاشر نتابع فتنة لمطر بن سعيد الزعابي، من يتابع فتنة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق ومع هذه التحديات المثيرة والرائعة. ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع المقدمة والكوكبة ثنائية على مقدمة هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز، مع هذا العرض المثير والتغيير، التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. نتابع بن حلوة من انطلق بتحديات لعبية على صدارة هذا الشوط. أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، من يتابع لعبية تليها مع المركز الثاني الياف لعبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي، من يتابع انطلاقة اليافل مع المركز الثاني والثنتين ابتعد عن بقية المشاركين في هذه التحديات ومع هذه الانطلاقات المتميزة. فجر تاتي على مستوى المركز الثالث، محمد بن صقر بن عكوي، من يتابع فجر مع المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر رفيع لحمد بن عبد الله بن حمد المنصوري يقدم رفيع على مستوى المركز الرابع، ومع المركز الخامس انطلاق الثواني أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، ومع المركز السادس الاسم القادم في هذه اللحظات. نتابع الجوية بهذا الانطلاق، بهذا الاندفاع المثير. وجمعان بن بدحان الحمراني القادم أيضا بتحديات الجوية مع هذا الانطلاق، ولكن التغيير من الجانب الآخر لوب لسيف بن نايع بن سالم الغلي، والتقدم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المثير والرايع السايحة. حمد بن أحمد بن
اكثر من رايد الاخيلي يقدم السايحه في هذا الانطلاق المثير. ومع المركز الثامن حظ علي بن حمد بن علي النعيمي يقدم حظ في هذا الانطلاق على مستوى المركز الثامن تاسع الانطلاقات والمركز التاسع في هذا الانطلاق. ولكن بنعود مع الصدارة نتابع تحديات بن حلوة اللي انطلق أيضا مع هذا الأداء المتميز. ولعبية هم بعد المسافة مع هذا الانطلاق مع لوحة الألف والميتين موعد الإعلان والتذكير. ولعبية تتجه اتجاه سليم وصحيح إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية مع هذا الانطلاق المتميز. هم بعد المسافة لعبية بشعار أحمد مسعي بن حلوة الكتبي. ولكن نتابع المركز الثاني نتابع لوبة لسيب النايع بن سالم الأغفري أيضا لا يستهان بها سجلات حافلة بالإنجازات والتحديات. مع المركز الثالث اليافل لعبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي. ولكن لعبية انطلقت زادت من سرعتها قفلت على مجريات هذا الشوط تتجه اتجاه سليم وصحيح الى هال الخوانيج مع هذا الاداء المتميز. احمد بن سعيد بن حلوة الكتبي من يسيطر على مقدمة هذا الشوط بتحديات لعبية بدون اي اوامر بدون اي تعليمات حتى هذه اللحظات. عصاها قوس اندفاع تلقائي متميز تقدم لعبية سلوب سلام الاخواني السلام اسعدت صباحا مع هذا الانطلاق المتميز اللي تقدم لعبية. قامت راس وانهت الشوط راس بدون اي اوامر بدون اي تعليمات حتى هذه اللحظات. ركض تلقائي مشكور يا مخرجنا مع هذه اللقطات المتميزة ولحظات وصول لعبية. تهانينا لأحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي سلام الخواني سلام اسعدت صباحا مع هذا الانطلاق المتميز اللي قدمته ايضا لعبية ولحظاته وصولها الى خط النهاية. تهانينا لأحمد بن سعيد حلوة المركز الثالث مع هذا الانطلاق. نوف علي بن يمعة برحمة الدرمكي المركز الرابع. تحديات الشاهينية لزاهر بن حمد بن سالم المالك. ومع المركز الخامس نتابع الرفيع على حمد بن عبد الله بن حمد المنصور. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة متابعين الكرام بتحديات الرفيع لعبية 7:39 ست أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك لعبية أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي مع هذا الانطلاق 7:39 ست أجزاء من الثانية الزمني. بينما مع المركز الثاني لعبية قدمت أداء متميز. المركز الثاني تأتي السايحة بتوقيت زمني مقدار 7:49 ست أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن أحمد بن ومع المركز الثالث تاتين بتوقيت زمني مطارة 7:53 من الثانية. تهانينا لعلي بن يمعة برحمه الدرمكي للجميع والنامو.